يصورون فيا والارض في المضمون تجيبهم لي لهنا، مش با بوسيبل صح. المنهج اللي نخدم بها تعرفوها سي كريم، جيبوا لي الموظفين اللي يقعدوا يصوروا فيا الفوق تهضروا معايا. يا سبحان الله العظيم، ما نحبش السينما تحط لي صوت عرايس وتوقف املي. انا نهضر مع الموظفين يجيبني مرواح وجاي الوزير يهضر معاك، مرواح ونهضر معاك الدكتور شرفنا الرئيس الشيخ شرفنا. الله يبارك فيك. تفرحوا على بالي تفرحوا. دابا بينا نصادروا في السيارة هذه. ياسر لا لا ها هما يحطوكم بعيد تبقاو تصوروا من بعيد، أنا جيبوا لي الموظفين يلقاو روحي مع الحيوط. هذه هي الله. هذه هي أمنيتنا، هذه هي أمنيتنا. حنا الشيء اللي نديروا فيه هذا من واجبنا، مش مزية ولا. ثلاثة لازم تأمنوا صح، مش قضية نعطيكم اطمئنان والله نعطيكم، احنا اطمئنان غير كمرحلة أولى. ساعات نقولوا كي كنت كان ما كانش عندنا الإمكانيات نعطيو الأمل. قال على الأقل الأمل للناس والشدة في ربي ومن بعد عمليا احنا القانون الأساسي نتاعكم هو يمشي. إن شاء الله نهار اللي يعطونا السلطات العليا الإذن باش نقدموه رانا نقدموا. أنتم بعضكم عارفين كيفاش راهي صايرة. استناو في التعديل تاع القانون تاع الوظيفة العمومي هو أم القوانين الأساسية ومن بعد نبداو نقدموا القوانين الأساسية. سيد رئيس الجمهورية حد الآن أعطاه بالنسبة للأطباء بالنسبة للمعلمين يعني يرتب الأولويات. جاي الأستاذ الأساتذة الجامعيين أكيد جاي الدور نتاعه. مي حنا وجدناه ثم خدمتوا عليه اثريتو فوالا في دار كاين نقابه وكان سيسا وجاو خدموا عليه عطيتكم الدار البيضاء الرئيس طلبات مصرين عليهم درنا اطارات كف عندنا هنا الرئيس فوالا خدموا عليه وراه المشروع واجد عندنا زملاء بالكفاءه تاعهم المهنيه الاقداميه والخبره وكاين اللي راهم كاين الرئيس متحصلين على شهادته بالضبط بالضبط دكتوره لازم هذيك من بعد لازم يترقوا لازم يترقوا الرئيس رانا نتفائلوا لازم رئيسنا نتفائلوا فيك الخير ان شاء الله نتفائلوا انك الرئيس تعطينا ولو جزء بسيط نعطيكم الاهتمامات نعطيكم جزء بسيط نعطيكم جزء بسيط خليني نكمل لك دونك القانون الاساسي كاين قضيه المنحه المنحه مرتبطه بالتحصيل تحسنوا التحصيل تديو تولي المنحه وراهي قاعده تطلع السداسي الاول تاع 2022 كانت ولا شيء اصطدمتوا او صدمتم صدمتم اصبتم بالصدمه بصح انتم اللي درتها لعماركم انتم عندكم التحصيل ومخبيين الملفات في الاقجار وديروا في المزيه في الناس جاب لكم ربي راكم ديروا حاجه مليحه وانتم راكم مطفرينها في رواحكم اجبدوا الملفات حصروا تديوا اليوم راهي الملايير تدخل خزينة الدولة، الدولة مستفادة تسترجع الحقوق تاعها والموظفين يستفادوا. وهذا هذه المنحة هذه راهي